مشكل. يعني نعم نعترف انه تاشيرتنا، نعترف انه ماكش تري تقرر تاشيره الكترونيه ولا كاين سلطات عموميه اللي تقرر. كاين نعم نعترف باللي هناك فيه اجراءات، لكن هذا جراء ماذا؟ جراء ما تعرضت ليه الجزائر في سنوات الفارطه، يعني كانت تعرضه يعني بين الامن الوطني وامن البلاد وامن المواطن وبين السائح، يظهر لي كلنا نتفقوا انه نمشيوا في الامن، لكن هذا ما يعنيش انه ما فيش دراسه. هناك دراسات لتسهيل اجراءات الحصول على الفيزا. جزائر تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.